بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، اليوم محاضرتنا لمادة جراحة الفم بعنوان Thyroid Diseases أو أمراض الغدة الدرقية. بداية نعرف شنو هي الغدة الدرقية. الغدة الدرقية مكانها التشريحي is situated in the anterior portion of the neck، يعني موجودة في مقدمة الرقبة just below and bilateral to the thyroid cartilage، تحت وبجوانب الغضروف اللي موجود في هذه المنطقة واللي يسمى على اسم الغدة الدرقية اللي هو thyroid cartilage. consist of two lateral lobes، متكونة من two lateral lobes، هذه two lateral lobes، هذا الرايت لوب والليفت لوب، هذا الرايت لوب هذا الليفت لوب، واللي يربطهم يسمون الاثمص، هذا الاثمص هذا الرابط اللي بيناتهم. طبعا تتكون لي في مراحل النمو الجنيني من التيمو بريكال بودي، هذا هو الـ يعني الـ بداية التكوين الجنيني من هذا البودي اللي يحتوي لي على الثايرويد فوليكلز. It originates from the posterior portion of the tongue. طبعا هي originate from posterior portion of the tongue، من الجزء الخلفي من اللسان، بعدين descends تنزل لما توصل لل final situation or final or final position مالتها اللي هو يعني تحت الهايود بون. remnant of thyroid tissue may be found anywhere along the path of the thyroglossal duct and they may become cystic or neoplastic. يعني من تتحرك من posterior portion of the tongue وصلت لي للهايود بون، اي remnant تترك بالطريق حيسوي لي تكيس او نوع من انواع الاورام. هذا هو posterior portion of the tongue، هذه هي بداية thyroglossal duct. تمشي ثايرويد تشو لحد ما تستقر بهذا المكان، هذا هو مكان ثايرويد جلاند تحت الهايود بون. اي رمنت تترك بالثايروغلوسال دكت، اي رمنت حتكون لي اما سيست يسموه ثايروغلوسال دكت سيست او اي نوع من انواع التيومر الاخرى بس تجيب لي ثايرويد جلاند. عفوا، وظيفتها تفرز لي ثلاث هرمونات، هاي الهرمونات تتحكم بالجروث يعني النمو والماتوريشن مال الجسم مال خلايا الجسم. شنو هاي الهرمونات الثلاثة؟ التي 4 والتي 3 والكالسيتونين. التي 4 هو inactive هرمون، يتحول لي الى تي 3 او يصير لي تي 3 اللي هو الاكتف هرمون، هو اللي يشتغل، هو اللي راح يشتغل. ذاك الانكتيف الهالف لايف مالته 1 ويك، يعني عمره اسبوع، هذا عمره يوم، تي 3 عمره يوم. الهرمون الثالث اللي هو الكالسيتونين سكريتد فروم ذا ميدولري سي سيلز، هذا شيء اثر لي، هذا شيء اثر لي، هذا ينظم لي عمل السيرم كالسيوم والفوسفور اللي أثر لي على السكليتال ريمودلينج، يعني أثر لي على بناء الجهاز الهيكلي العظمي في جسم الإنسان، هذا الكالسيتونين. هاي الهرمونات الثلاثة وبالأخص تي 4 والتي 3 أي ارتفاع بيهن يسبب لي فد مشكلة بالثايرويد يسموها هايبر ثايرويديزم، يعني ارتفاع إفرازات هرمونات الغدة الدرقية. في حالة النقصان يسموها هايبو ثايرويديزم، يعني انخفاض في إفرازات هرمونات الغدة الدرقية. بعد شنو ممكن يصيب لي الغدة الدرقية غير الارتفاع والانخفاض؟ ممكن يصيب لي، يعني ممكن انه تصاب بالثايرويدايتس او التهاب الغدة الدرقية. ثايرويدايتس ممكن انه يصيبها بكتيريال انفلاميشن اور انفكشن اور فايرال او فيروسي، يا يعني اما بكتيريا يا اما فيروسي.
بعد شنو الشغلة اللي ممكن تصيب الغدة الدرقية؟ كانسر، كانسر او نيوبلازم، اني تايب اوف نيوبلازم يعني ورم، اي نوع من انواع الاورام. اذا 4 شغلات رئيسية ممكن تصيب الغدة الدرقية: الهايبر ثايرويدزم، ارتفاع افرازاتها، هايبو ثايرويدزم وثايرويدايتس، و نيوبلازم اور كانسر. مثل ما قلنا هاي الهرمونز تأثر على الجروث اند ماتوريشن اوف تيشو. توتال انرجي اكسبنديتشر يعني صرف الطاقة اللي بالجسم، and act on metabolism by regulating protein synthesis يعني تأثر لي على أيض الإنسان عن طريق تنظيمها لصناعة البروتينات بالجسم. زين، مستوى التي 4 والتي 3 بالدم، مستواهم بالدم يدار أو ينظم عن طريق hypothalamic pituitary thyroid axis. فد خلينا نقول لوحة كهربائية متكونة من 3 خطوط: hypothalamus pituitary gland and thyroid، واحد بيهم مربوط بالآخ. إذن الفيدباك ميكانيزم، شنو الفيدباك ميكانيزم؟ يعني المعلومات اللي تنجمع من الجسم تروح لهذه الخطوط، هي يسموها الفيدباك ميكانيزم، حتوصل للهايبوثالاماس. الهايبوثالاماس فرضا خلينا نقول المعلومات العامة أشرت أنه أكو نقص بالجسم بهذه الهرمونات. في هيج حالة الهايبوثالاماس اللي هو أول خطوة من هذه الدائرة الكهربائية اللي قلناها اللي متواصلة واحدة بالثانية، أول شيء حيتحفز الهايبوثالاماس يحرر لي ريليز ثايروتروبين ريليزينج هرمون اللي هو TRH in response to external stimuli. يعني صار اكو ستريس عند المريض، يعني الضايق نفسيا او النس، تمرض، او مثلا احتاج فد نوع من انواع العمليات الايضية، او انخفض عنده مستوى التي 4 والتي 3، راح يفرز لي التي ار اتش. تي ار اتش راح يشتغل او يحفز لي البيتوتري جلاند. البيتوتري جلاند تفرز تي اس اتش او الثايرويد ستيمليتنج هرمون، واللي هذا بحد ذاته راح ياثر لي على الثايرويد جلاند على مود تفرز التي 4 والتي 3. هاي في حالة انه نقص مستوى الهرمونات، هذه الهرمونات في الجسم، يتحفز الهايبوثالاموس يفرز التي ار اتش، تي ار اتش ياثر او يحفز البيتوتري جلاند، البيتوتري جلاند تفرز لي التي اس اتش، تي اس اتش راح تأثر لي على الثايرويد، الثايرويد راح تفرز التي 4 والتي 3. هاي في حالة low level. في حالة الهاي ليفل هذا السيستم كله ينقفل، يصير بي تيرن اوف، يطفي، يعني يحصل عكس اللي احنا قلنا. عادة التي 3 والتي 4 ما تتحرك وحدها بالجسم، وإنما ترتبط لي ببروتين اسمه ثايروكسين بايندينج جلوبولين تي بي جي. مفهوم إن شاء الله؟ هذه يعني سهلة مو صعبة. هذا هو يعني سويت لكم على شكل نقاط شلون بداية يتحفز الهايبوثالاماس، نفس الكلام اللي قلناه لكن سويت لكم على شكل نقاط بهذا السلايد. هذا هو الهايبوثالاميك بيتوتري ثايرويد اكسس، وهذا الخط اللي واصل بين هذين الثلاث خلينا نقول غدد، او يعني خلينا نقول تشريحيا الهايبوثالاماس بعد يأثر لي او يحفز البيتر جلاند على افراز التي اس اتش، والتي اس اتش هو اللي
حفز لي الثايرويد هرمونز، خلي هاي علامات الناقص، هاي علامات الماينس، يعني هي معناتها لما يقلل الليفل مالتي مالت الهرمونز بالجسم راح تتحفز هذه الغدد، وبالتالي يزيد الليفل مال تي 4 وتي 3. لما يصير عندي هايبو او هايبر او اي خلل معين بالثايرويد جلاند، شنو هي اللابوريتوري تيستس اند ايميجينج تكنيكس اللي اسويها على مود اكتشف شنو نوع الخلل اللي بالثايرويد جلاند؟ يعني شنو هي الفحوصات المختبرية، وشنو هي الصور اللي اقدر اخذها الشعاعية والغير شعاعية مثلا سونار او رنين، على مود اعرف انه اكو عندي خلل بالثايرويد جلاند. بداية نحقن راديو اكتيف ايودين، اول واحد الراديو اكتيف ايودين، نستخدم هذا الايودين سائل ينحقن ويصير بي ابتيكينج من الغدة، من الغدة الدرقية، يعني تاخذ الغدة الدرقية مثل اللي تسحب عليها، او نقول مثل اللي يروح للخلايا مالتها اكثر من باقي المكانات اللي بالجسم. عادة الابتيك النورمال اذا 10 الى 30%، هذا نورمال، اذا لا اكثر اخذت ايودين اكثر من 10 الى 30%، يعني معناتها بيها هايبر فانكشن، يعني معناتها تشتغل اكثر من المطلوب، يعني معناتها هايبر ثايرويدزم. بعد التست الاخ اللي هو ميجرينج سيرم تي 4 ان تي 3، يعني دايركت نقيسهن، اذا لو ليفل يعني معناتها هايبوثايرويدزم، اذا هاي ليفل معناتها هايبر ثايرويدزم. ثالث تيست اللي هو نقيس التي اس اتش، تي اس اتش اذا هاي ليفل معناتها هايبوثايرويدزم، اذا لو ليفل معناتها هايبر ثايرويدزم، يعني علاقة عكسية. بعدها نستخدم ثايرويد سكان، هذا في نوع خاص من الاسكانر، نحقن ايضا ايودين ونسوي لها فد نوع خاص من الاسكانر، راح يبين عندي النوديول، راح يبين عندي اذا اكو اكتوبك فانكشنال ثايرويد تشو، نوديول يعني معناتها عقد، اذا اكو فيها فد عقد، اكتوبك يعني اكو نسيج يشبه نسيج الغدة الدرقية او مقطوع من عدها او متحرك من عدها بعيد عنها شوي، اكتبك خارج الغدة الدرقية، يشتغل خارج سرب الغدة الدرقية، فهذا يسموه اكتوبك. فهذا شلون نكتشفه؟ بواسطة نحقن هذا الايودين ونسوي له سكانر. بعد شنو خامس شيء؟ التراسونوغرافي، يعني سونار نسوي له نكتشف بيها شنو ماشي، بواسطة اشعة السونار. FNA فاين نيدل اسبيريشن، يعني نسوي لها سحب بواسطة فاين نيدل وندزل البايوبسي. CT سكان يعني مفراس كونكتيف تيشو سكان، عند MRI رنين ممكن انه ايضا نكتشف بيها شنو ما شنو بيها عن طريق ال MRI. هذه هي الثايرويد ديزيزز اللي تكلمنا عنها، هايبر ثايرويدزم يعني زيادة إفرازات الهرمونات، هايبوثايرويدزم نقص في إفراز الهرمونات، ثايرويدايتس التهاب في الغدة الدرقية، وثايرويد نيوبلازم أورام الغدة الدرقية اللي تتضمن الأورام الحميدة والخبيثة. نحكي هسه على الهايبرثايرويدزم، شو يصير بالهايبرثايرويدزم؟ مثل ما قلنا وعرفنا انه يصير اكسس بهرمونات الغدة الدرقية المفروزة بالدم اللي هنا التي 4 والتي 3. شنو اسبابها هاي الزيادة بالهرمونات؟ ممكن ثايرويد ديزيزز، يعني امراض معينة بالثايرويد مثل جريفز ديزيز او اكتوبك ثايرويد تيشو او مالتي نودولار جويتر او ثايرويد ادينوما او ثايرويدايتس، كل هني يسبب زيادة لإفرازات الغدة الدرقية. بعد ingestion of thyroid hormone، يعني هذا راح للطبيب عنده نقص بالثايرويد هرمون، انطاه هرمونات صعد عند الليفل مال الثايرويد،
يعني صار عنده هايبر ثايرويدزم. بعد يتناول فد نوع من انواع الاطعمه تحتوي على ثايرويد هرمون، تناولها بكثره، او مثلا بيتوتري ديزيزز، يعني فد مشكله معينه بالبيتوتري جلاند. مدى يتحكم يعني جسم مدى يقدر يتحكم بالليفل مال T4 وT3، فزاد فصار عند المريض هايبر ثايرويدزم، يعني تفرز الغدة اللعابية، عفوا الدرقية، باستمرار بدون أي إشارة للتوقف أو التقليل أو التحكم. فلذلك المريض يزيد الليفل مال هذه الهرمونات ويصاب بالثايروتوكسيكوسيس أو هايبر ثايرويدزم. شنو هي الكلينيكال بيكتشرز او الكلينيكال بريزنتيشن اوف هايبرثايرويدزم؟ يعني عادة احنا المريض من يقعد على الكرسي مال الاسنان لازم يعني ننتبه الاشياء، خاصة هي بالوجه، لان يعني باقي الجسم مغطى تقريبا، لذلك اكثر شيء ننتبه للاشياء اللي بالوجه على مود نعرف هذا المريض، او نشك انه هذا المريض عنده هايبرثايرويدزم او مشكلة بالثايرويد، فنبدي نسأل أسئلة خاصة بهذا الموضوع، ونبدي يعني ناخذ الهيستوري من عندها ونتصرف على أساسه. طبعا شو نشوف على المريض على الفيس مالته؟ المريض نشوفه مثلا عنده انتولرست هيت، يعني يتعرق كثيرا، يعني فاين ستريت هير، شعره يعني ناعم، بلجينج ايز، هاي العلامة كلش مهمة، بلجينج ايز يعني اكزوفثالماس، يعني عيونه بارزة، كرة العين بارزة، فيشل فلاشينج، احمرار الوجه، اللارج ثايرويد على رقبته مرات، عنده اللارج ثايرويد، تاكي كارديا، المريض عنده تاكي كارديا، انكريس سيستوليك بلاد بريشر. اذا لاحظنا على هذين النقط، يعني التاكي كارديا والانكريز سيستوليك بلاد بريشر، واجينا ربطنا بين البنج مال الاسنان اللوكال انستيزيا وبين ذني الخاصيتين، يعني مريض هو هايبر ثايرويدزم وهو عنده تاكي كارديا وهو عنده زياده بالضغط، وهوني اجي انطيه زايلوكاين وذ ادرينالين اللي هو يسبب لي زياده الضغط، ايش راح يصير عند المريض؟ راح يصير ممكن انه يصير عنده كرايسيس، يصير عنده بالبيتيشن كلش قوي، راح يصير عنده ممكن يعني كوما، ممكن يصير ديث عند المريض، يعني ممكن انا ما الحق على المريض. فلذلك الهايبر ثايرويديزم هو اخطر اخطر مرض من امراض الغدة الدرقية إلى علاقة بشغلنا كأسنان، خصوصا لما نستخدم البنج مالتنا اللي هو with ادرينالين، فيفضل انه نستخدم له بنج without ادرينالين هيج نوع من المرضى. اكيد يشوف باللابوريتوري فايندينجز هي انكريز فري T4 and T3، يعني اكيد نشوف ارتفاع في مستوى T4 والT3. شنو هي الميديكال مانجمنت اوف هايبرثايرويدزم؟ ننطي للمريض انتي ثايرويد ايجنتس، يعني ادويه انتيدوتس بيه، مثل الكاربيمازول و بروبيل ثايويوراسيل. This may have adverse effects، يعني هذه بيها فد مضار على جسم الإنسان، ممكن بيها في السايد افكتس. شنو هاي السايد افكتس اللي تصير؟ مثل ايش؟ مثل الاجرانولا سايتوسيس او ثرومبوسايتوبينيا او ابلاستيك انيميا. اجرانولا سايتوسيس يعني عدد كريات البيض راح يقل بالجسم، ثرومبوسايتوبينيا يعني ليفل اوف بليتلت كاونت، يعني عدد الصفائح الدموية راح يقل بالجسم أقل من 150,000. بعد شنو بلاستيك أنيميا؟ يعني كل الكريات البيض والحمر بالجسم، كل البلوت سيلز راح تقل، all decrease all the blood size blood cell size types. ثانيا
راديو اكتيف ايودين، يعني ممكن ان ننطي راديو اكتيف ايودين، ننطي ايودين احنا، بس هو كونترا انديكيتد بالبريجنانسي والبريس فيدينج. ليش؟ لانه يعني حتى ممكن يسوي هايبوثايرويدزم. بعد ممكن شو نسوي؟ يعني جراحة للغدة إذا متضخمة والمريض عنده هايبرثايرويدزم، ممكن نسوي سب توتال ثايرويدكتومي، يعني نشيل جزء من عده. وأيضا بيها ادفيرس افكتس، يعني مريض ممكن يصير عنده هايبوثايرويدزم، يصاب ب انه يصبح قليل افرازات الغدة الدرقية، او ينضرب للريكرنت لارنجيال نيرف، لانه موقع التشريحي هو قريب جدا على الثايرويد جلاند. بعد ممكن نعطي أدوية بيتا أدرينالجيك بلوكرز مثل بروبرا نولول اللي هو اندرال مثلا، يقلل لي البالبيتيشن أو ينظم لي ضربات القلب عند المريض. لأن ليش؟ لأن قلنا المريض يصير عنده تاكي كارديا ويزيد عنده الضغط، فيفضل أنه نعطيه اندرال قبل ما نجري لأي عملية جراحية. إذا المريض بقى لفترة طويلة على الهايبرثايرويدزم وما تعالج من الهايبرثايرويدزم، ممكن أنه تصير عنده كرايسيس. شنو كرايسيس؟ كرايسيس يعني شلون مثلا يصير عند المريض جلطة دماغية، سكتة قلبية، توقف كلوي مفاجئ، مريض هامل نفسه، أو مريض مصاب بمرض الضغط لفترة طويلة، أو يعني هنا نفس القصة. المريض عنده هايبرثايرويدزم لفترة طويلة، ثايروتوكسيكوسيس، وفجأة أصاب بأزمة، أزمة كرايسيس، أزمة أوقعته يعني أوقعته وهدته تماما، وأصاب بكوما، أغمى عليه ومات المريض. شو يصير عنده الكرايسيس؟ شو نعرف إنه هذا المريض صار عنده كرايسيس؟ وشنو أسبابه؟ وشنو الأشياء اللي ممكن أنه تحفز جسم الإنسان أنه صار عنده هاي الكرايسيس؟ مثلا صار عنده انفكشن، مثلا صار عنده تروما، يعني انضرب، أو شدة خارجية مثلا سيرجيكال امرجنسي اوبريشن، صار سوينا لفت عملية معينة، أو مثل ما قلنا أنه مصاب بالهايبرثايرويدزم لفترة طويلة. شو راح يصير عنده؟ ريسلسنس، يعني مريض تحسه ما مرتاح، نوزيا، تلعب نفسه، فوميتينج، يعني قيء، ابدومينال بين، بطنه توجع، فيفر، حرارته ترتفع، بروفيوز سويتينج، يعني يتعرق بشكل كثير، مارك تاكيكارديا، يعني زيادة دقات القلب، أرثميا، يعني بالبيتيشن، يعني تخربط حركة القلب مالته أو نبض القلب مالته، بالمري أدمة and congestive heart failure، يعني ينتهي الموضوع خلاص، يعني الرئة مالته توقف والقلب يتوقف، ويصاب ب كوما، يغيب عن الوعي، وانخفاض شديد بالضغط، ومن ثم يفقد حياته. فهاي الثايرو توكسيك كرايسيس. هذا إذا أنت ما تدري المريض عنده هايبرثايرويدزم وجيت اعطيته كاربولا بنج، ممكن يصير عنده ثايروتوكسيك كرايسيس، ممكن بكل سهولة انه يصير عنده هاي الكرايسيس، والمريض في العيادة يفقد حياته. لذلك it is very very important to ask the patient before injection any type of anesthesia. block infiltration or any type by any technique, it is important to ask him or her about the thyroid diseases, especially the hyperthyroidism. Dental management of this crisis، يعني احنا شو نسوي بالعيادة مالتنا اذا مرت علينا هاي الكرايسيس؟ نقدر يعني بالبداية طبعا لازم نبحث عن مساعدة طبية، نستخدم cold wet packs، يعني ثلج نخليه على جسم المريض، نضربه كورتيزون، نعطيه هايبرتونيك جلوكوز، ورسيستيشن كارديو بالمينري ريسيستيشن،
و انتي ثايرويد دراجز اند بوتاسيوم ايودايد. يعني لازم نخلي عندنا الانتي ثايرويد دراجز اند بوتاسيوم ايودايد، و لازم قلنا الفازو كونستريكتر نقلله، بنقلل استخدامه بهذا النوع من انواع امراض الغده الدرقيه. نجي هسه على الهايبوثايرويدزم، يعني النقص في افرازات الغده الدرقيه. شنو هي الكلينيكال بريزنتيشن مالتها؟ تقريبا عكس هذاك الهايبرثايرويدزم، هنا انتوليرانس تو كولد، يعني المريض يحس ببرد، يعني من يتقبل البرد دائما يحس نفسه بردان. receding hair مثل اللي عنده صلع، يعني صلع مصاب المريض. facial and eyelid edema يعني تورم بوجهه مثل المورم، والايلدز مالته مثل منفوخه مورمه. dull blank expression يعني المريض تلقى dull expression، يعني المريض جامد، يعني تعابير وجهه جامده. extreme fatigue تعبان. thick tongue عفوا اللسان مالته thick ثخين. slow speech يتكلم ببطء. hair loss apathy lethargy dry skin coarse and scaly muscle aches and weakness. يعني هاي كل الامور، اغلب الامور الفيشل لازم ننتبه لها اكثر شيء، على مود نعرف هذا المريض عنده او نشك انه عنده hypothyroidism. شنو هي الميديكال مانجمنت اوف هايبوثايرويدزم؟ هو من اسمه هايبوثايرويدزم يعني نقص في الهرمونات، اكيد احنا راح نعطيه هرمونات، يعني نعطي تي 4 وتي 3. زين، مثل هيك نوع من المرضى يصير عندهم مشكله النزف بعد القلع او بعد اي جراحه. ليش؟ لانه يصير عندهم prolongation of prothrombin time PT و PTT، فلازم ندزهم على investigation يعني تحاليل مختبرية PT و PTT، نعرف انه هم normal او abnormal، نعرف من نقلع حيتوقف النزف ما يتوقف، نحتاج نستخدم local hemostatic agents او مثلا نسوي suturing معين يعني خيط الجرح او نخلي فد مادة تقلل النزف وهكذا. الدنتال مانجمنت طبعا اكيد نبحث عن الهيستوري والاكزامينيشن، اكيد راح نبوع على النك انتيريورلي نشوفه، اكيد راح نشوف اذا اكو سيست في المريض، لما يبلع حيتحرك السيست للعلى، اكيد حنفحص اللسان مالته خصوصا الجزء الخلفي من اللسان اذا كان اكو افرازات معينه او اكو نوديول معينه. هاي النوديول نشيلها، ممكن يكون اكتوبك ثايرويد تيشو يعني ريمننت اوف ثايرويد تيشو، او مثلا اي ورم معين اخر غير الثايرويد تيشو. نسوي اوسكلتيشن يعني بالسماعه مالتنا نخليها على الثايرويد جلاند اللي هي صار بها انلارجمنت، حنسمع صوت معين يدل على احتقان الاوعيه الدمويه اللي موجوده بهذه المنطقه اللي احنا بنسوي بها الاوسكلتيشن. ليش؟ تضخم، صار احتقان مثل انيوريزم بسيط او مثل الدوالي خلينا نقول بالأوردة، واختلف صوت النبض او السيستوليك بريشر بيها، ونقدر نعرفه عن طريق الاوسكلتيشن عن طريق السماعة. اذا مريض عنده هايبوثايرويدزم وصار عنده ايضا كوما، المريض اللي عنده هايبرثايرويدزم يصير عنده كرايسيس، المريض اللي عنده هايبوثايرويدزم يسموها ميكسيديميتس كوما. ميكسيديميتس يعني اسم الثاني لهايبوثايرويدزم، كوما ايضا يعني مثل اللي يغمى عليه، تقريبا نفس الاجراءات ما عدا انه اني انطي بارنترال ثايروكسين، يعني انطي ثايروكس ثايرويد هرمون، انطي ماده تعوض عن النقصان بالثايرويد. ذاك المريض لا، يعني انطي انتيدوت، انطي ما يقلل الثايرويد هرمون. شو يصير عندنا كومبليكيشن
يعني المريض اللي عنده ثايروتوكسيكوزيس الهايبر، وش يصير عنده كومبليكيشن؟ المريض يصير عنده هايبر بالهايبر اوستيوبوروسيس اوف الفيولار بون، يعني هشاشة هشاشة بالعظم، عظم الفك. شلون تأثر عليه هاي الهشاشة؟ يعني جيت قلع السن، انكسرت عندي اللينجوال بليت، او انكسرت عندي البكال بليت، او حتى ما ممكن انه ينكسر عندي الماندبل، ماندبل يصير بيه فراكتشر. زين، ممكن انا اريد اسوي زراعة اسنان، اجي احفر بالدرل مالتي، عبالك ادا احفر بهواء، يعني عبالك مو ماكو بون، يعني بون دي 3 الى او دي 4 تايب مالتي. فا اوستيوبوروسيس هشاشة العظام. شوف عنده زيادة بالدنتال كاريز، بريدنتال ديزيز. شوف عنده بريماتشور لوس اوف ديسيديوس تيث اند ايرلي اربشن اوف بيرمننت تيث، يعني يفقد اللبنية بسرعة والدعمية تطلع له بسرعة. Presence of lingual thyroid، يعني هاي شنو؟ اكو نودولز بال posterior part of the dorsal tongue، يعني السطح الأعلى من اللسان posterior part مالته اكو نودولز، يا اما هي يعني لازم نشيلها نسوي بايوبسي. انا مو نعرف هي تابعة للثايرويد او فد مشكلة معينة غير الثايرويد. بالهايبوثايرويديزم شنو ال complication؟ الانفانس اند وذ كريتينيزم، يعني الاطفال عادة يصيرون قصار القامة، ثيك ليبس، يعني الشفاه مالتهم ثيك تصير ثخينة. اللارج تانك، اللارج تانك يعني اللسان كبير بالحجم. طبعا يعني اللسان كبير بالحجم مو بس صباعه، ممكن انه يأثر لي على كلام المريض، ممكن يأثر لي على تنفس المريض، ممكن يأثر لي على تناول المريض للأطعمة والغذاء، يعني ممكن حتى إنه يحتاج إلى عملية سايز ريدكشن، يعني أقلل من السايز مال التانك. delayed eruption of teeth، يعني ظهور الأسنان يتأخر، مال أوكلوجن مخربطة عند الأطباق كلها، مخربطة الأسنان مخربطة. skeletal retardation، ولذلك يصير عندهم كريتينيزم، تقزم أو قصر القامة، إنه عندهم الجهاز الهيكلي العظمي او العضلي بي ريتارديشن، يعني اكو فد بطء بالنمو. الادلتس اللي عندهم مكسيديما، مثل ما قلنا المكسيديما هي الاسم الثاني للهايبوثايرويدزم، ايضا اللارج تانك وجنرالايزد سوولن جنجيفا، يعني اللثه مالته منتفخه كلها، وايضا عندهم تضخم باللسان. نيجي هسه على الثايرويدايتس، ثالث مرض من امراض الثايرويد جلاندز. ثايرويدايتس التهاب الغده الدرقيه، انفلاميشن يصير بالغده الدرقيه. انواع تقريبا خمسه، يا اما اوتو اميون، يا اما بكتيريال، يا اما فايرال. اوتو اميون يعني واحده صار بسبب انه خلل بالمناعه، مثل ايش؟ مثل الهاشيموتوز ثايرويدايتس اول واحد، هذا يصير اوتو اميون، يصير بي هايبو ثايرويدزم، يعني تقل افرازات الغده، و ننطي كعلاج ننطي ثايرويد هرمونز، او مرات يحتاج سيرجري، يحتاج جراحه. نوع ثاني سب اكيوت بينفول، هنا اذا صار عندي ابر ريسبيراتوري تراكت فايرال انفكشن، يعني في التهاب فيروسي بالابر ريسبيراتوري تراكت، يعني بالنيزل كافيتي، بالاورال كافيتي، راح يروح هذا الالتهاب وين؟ يروح للثايرويد، تنتفخ، صير تندر، صير بينفول، مؤلمة، وممكن هذا الالم حتى يمتد رادييت للاذن، للجو، يعني للفك، لمنطقة الأوكسيبيتال ريجن. وعادة يصير عند المريض هايبر ثايرويدزم، يعني زيادة بالإفرازات، وممكن يرجع للإيو ثايرويد ستيت، يعني أنه وصل لمرحلة انتظام إفرازات الثايرويد، يسموها إيو ثايرويد ستيت. تريتمنت انكلود، ينطو أسبرين، ينطو بريدنزلون، ينطو بروبرانولول اللي هو الاندرال فور سيمتومز اوف ثايروتوكسيكوسيس، نفسها سيمتومز مال هايبر ثايرويدزم، يعالجون بهذه الأدوية.
النوع الثالث هو سب اكوت بيلز، هذاك سب اكوت بينفل، هذا سب اكوت بيلز، هذا مو يعني ما له علاقة فايرال او شيء، هذا هم اوتو اميون مثل الاول مثل الهاشيموتو، وهذا يصير به هايبرثايرويدزم ايضا زيادة افرازات، وممكن ايضا يرجع للايوثايرويد، وهنا الجلاند تنتفخ لكن بدون علم بيلس. ايضا ننطي بروبرا نولول is used in treatment of thyrotoxicosis acute suppurative. هنا أنا راح يصير عندي خراج، راح يصير عندي خراج في المنطقة بسببها bacterial infection، أي خراج في أي مكان واصل مرحلة suppurative level لازم نفتحه، لازم نسوي له drainage and ننطي antibiotic. Riddle's thyroiditis or chronic fibrosing، هذا unknown origin يعني حال حال الاوتوأميون، الجلاند تصير اللارج، في كل ما تصير الجلاند اللارج يعني معناتها تحتاج سيرجري، ممكن انه تحتاج سيرجري. هارد يعني قوية بالبالبيشن، fixed to a surrounding tissue يعني ما تتحرك لا منا ولا منا، ممكن ايضا يرجع للإيوثايرويد يعني حالة طبيعية بالافراسات، والمريض ممكن ان يصبح هايبوثايرويدزم في هذه الحاله. ممكن انه يحتاج سيرجري وثايرويد هرمون لانه هايبوثايرويدزم. نجي على الثايرويد كانسر. ثايرويد كانسر او يعني الامراض السرطانيه اللي تصيب للثايرويد، يعني بابيلاري، نوع من انواع بابيلاري، هذا 75-80% نسبته عالية، فوليكولار 8-10، ميكست او هارتل سيل 1%، هذا كلش نادر. انابلاستيك 1-5%، ميدولاري 5-8%، لمفوما 1-5، ميتاستاسيس ممكن ان يجيني من غير مكان يجيني للثايرويد 1%، اقل من 1%. شنو الريسك فاكتورز اللي ممكن انه يزيد الاحتمالية اصابة الثايرويد جلاند بالكانسر؟ اول واحد الاكسترنال راديشن، يعني اشعاع خارجي، يعني مثلا مريض موجود في منطقة بها اشعاع، مثلا منطقة مصانع او اي منطقة بها مواد مشعة، او تعرضت الى قصف بالمواد المشعة. بعد high or low dietary iodine intake may increase the risk of thyroid cancer، يعني يا اما زياده هي الهايبر او الهايبو بحد ذاته هي ممكن انه يزيد لي نسبه الاصابه بالكانسر. او جينيتك فاكتورز، يعني مريض عنده عوامل جينيه. شنو هي التريتمنت مالت الثايرويد كانسر؟ سيرجري طبعا، احنا لازم نشيله سيرجري، نيك دايسكشن ممكن نحتاج وياه، يعني نشيل الغدد الانفيه اللي بالرقبه على مود ما يروح يمتد لباقي الجسم، يعني نقطع خط الوصل ما بين الرقبه والجسم، ما ينتقل عبر اللمف اللي باقي الجسم، فنسميها احنا النيك دايسكشن. هاي واحدة من العمليات اللي يسووها المكسيلو فيشل سيرجن، تعتبر سوبرا ميجر سيرجري، تحتاج احيانا بعضها تحتاج الى انعاش للمريض، يدخل انعاش بعده، فتعتبر من عمليات فوق الكبرى. بعدها يحتاج المريض الى راديوثيرابي او كيموثيرابي. راديوثيرابي او كيموثيرابي هذني اللي يحددهن الانكولوجيست، من الانكولوجيست اللي هو اخصائي الاورام، يعني اخصائي جراحة الوجه والفكين، من يخلص عملية، او اخصائي جراحة العامة، من يخلص عملية رفع الغدة، وهذا الغدة يجزها الى البايوبسي، الى الزرع، مختبر الفحص النسيجي، راح تطلع النتيجة مثلا كانسر، يعني كانسر في الماليجنانت، يعني مرض خبيث او مصابة بمرض خبيث، فاحنا بحد يعني بعدها نحول المريض الى الانكولوجيست، اخصائي الاورام، هو اللي راح يحدد هذا المريض ياخذ كيمياوي او ياخذ اشعاع، يعني عنده في الكرايتيريا معينه يقدر يحول بها المريض الى الكيمياوي او يقدر يحوله الى الاشعاع او اثنينهم، يعني ممكن ينطي بدايه اشعاع ويعطي بعدها كيمياوي. لهنا خلصت المحاضره، ارجو ان اكون وفقت في ايصال المعلومات، مثل ما يعني كل مرة أقوله بأي محاضرة، أي شيء مبهم بالمحاضرة، أي شيء ما فهم الطالب، ممكن أني أشرك باراجراف
وجبنا المحاضرة للعيادات ونسوي بها في السيشن، نتناقش بهاي الباراجراف اللي ما فاهمه، يستفاد هو وتوصل المعلومة بشكل صحيح ويستفادون باقي الطلاب. شكرا جزيلا.